السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات تعليم المقامات للقراء والمنشدين. إحنا أعتقد دلوقتي في المرحلة المتطورة جدا. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا لكل قارئ ولكل منشد، وهو الأذان. طبعا كل منشد أو كل مبتهل في الفجر بعد ما بيخلص ابتهال بيخش على الأذان على طول، وكل قارئ جمعة بعد ما بيخلص قرآن الجمعة بيأذن. فطبعا محتاجين الأذان دايما بأكتر من صيغة. يعني لو أنا مثلا قفلت ابتهال صبا يبقى لازم أأذن صبا، لو أنا قفلت ابتهال حجاز يبقى هأذن حجاز. فاحنا النهاردة إن شاء الله هنستعرض الأذان بالمقامات الثمانية كمفاتيح، مش الأذان كامل. هتنزل الأذان كامل إن شاء الله في فيديوهات ورا بعضها منفردة على القناة. هنبدأ مع بعض، هنمشي بتسلسل صنع بسحرك. أول أذان، الأذان بمقام الصبا. الله أكبر، الله أكبر، الله بمقام النهاوند. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان بمقام العجم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا الأذان بمقام البياتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.
الأذان بمقام السيكة. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان بمقام الحجاز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان بمقام الرست. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان بمقام الكرد. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن وبكده نكون استعرضنا 8 أشكال للأذان ممكن نأذن بيهم على الثمان مقامات: صنع بسحرك، صبا ونهاوند، وعجم، وبياتي، وسيكا، وحجاز، ورست، وكرد. 8 أذان. الأذان كامل إن شاء الله انتظروه، هنزله تباعا على القناة بكل المقامات إن شاء الله. شكرا لكم، وانتظرونا في الحلقات القادمة والمزيد والمزيد عن علم النغم والمقامات الصوتية. لو في أي سؤال أو استفسار تابعونا على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة. شكرا لكم، تحياتي إلى أن نلتقي. كان معكم أحمد شفيق.